السلام عليك يا سيد طامح. ماذا تريد أيها الرجل؟ جئت لأشتري بعض الطعام. لن أبيع لك شيئاً ما دمت تتبع نوحا. لماذا تحاربونه بعد أن اعتزلكم ولزم بيته؟ ولماذا تتبعه أنت وأمثالك بعد أن رأيتم ضعفه وهزيمته؟ سيدي نوح ليس ضعيفاً ولا مهزوماً، وسينصره الله في يوم ما. إذن فابق على جوعك أيها الأحمق حتى يأتيك نصر الله. هيا اذهب من هنا.